وانتقل إلى العاصمة الألمانية برلين، والحديث مع الأستاذ إبراهيم كابان الكاتب الصحفي. أستاذ إبراهيم، أهلا بك على إكسترا نيوز. تحياتي القلبية لكم ولمشاهدين إكسترا نيوز. أهلا بك. هل تتفق مع الرؤية التي طرحها الأستاذ حسين عمر بشأن زيارة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إلى إيران بأنها تكليف كما وصفها من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفتح باب خلفي للتفاوض مع إيران فيما أسماه سياسة العصا والجزرة؟ يعني حقيقة أعتقد يعني الطرف الذي أكثر الذي يحاول من خلال أي وسيلة للتواصل مع الإدارة الأمريكية بالتأكيد هي الطرف الإيراني. يعني ربما الوجود الياباني أو التقارب الياباني الإيراني أو الياباني القريب من الإدارة الأمريكية بالتأكيد تكون هناك أي تواصل يعني من خلال الطرق الممكنة. يعني عندما الإدارة الأمريكية تؤكد أن رقمنا أو السيد ترامب يؤكد رقمي موجود في إيران، حينما يعني يريدون السلام، يريدون أي حلول بين الأمريكيين والإيرانيين، يقول رقمي موجود. أعتقد هو الرقم الذي يقصده كان ربما كان الأطراف التي لها تأثير يعني على الإيرانيين، يعني خاصة الطرف الياباني. يعني ليس هناك خلافات يعني جيوسياسية وعسكرية بين الإيرانيين واليابانيين. ربما يكون الطرف الياباني هو الأقرب إلى أن يكون الوسيط يعني بين الطرف الأمريكي والطرف الإيراني. وأعتقد الإيرانيين يعني متجهين نحو إيجاد حلول مع الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن أصبحت يعني جميع الحدود الإيرانية ضمن خطوط التي تواجد فيها الولايات المتحدة الأمريكية. يعني نحن في أمان أفغانستان وأيضا باكستان، وأين وجود الأمريكي في العراق وأيضا في الخليج العربي. يعني إيران صراحة يعني محاصرة من جميع الاتجاهات أو الدول التي يعني تحيط بإيران. أي المجتمع الدولي أيضا ومنها الاتحاد الأوروبي وأيضا يعني حتى ربما حلفاء إيران أيضا يعني لا يعني ليس مع مسألة أن تخوض إيران أي حرب. والنظام الإيراني يدرك تماما إنه لا يستطيع أن يخوض حرب مع الولايات المتحدة الأمريكية، سيكون خاطر فيها ليس إيران وإنما النظام الإيراني الذي. وهل تكون الولايات المتحدة الأمريكية قادرة أو لديها النية على الدخول في حرب مع إيران؟ الكل يعلم أن إيران تملك من الأسلحة النووية والترسانة النووية، هل ستقدم الولايات المتحدة على مثل هذه الحرب أم هي مجرد تصريحات يعني تستخدم في مثل هذه الأحداث؟ يعني أهداف الأمريكية هي واضحة، ليست هو فتح جبهة ضد إيران أو القضاء على النظام الإيراني. ما يخدم أو ما يقوم بخدمات أن هذا النظام الإيراني يقدم خدمات هي أكبر من خدمات أي دولة في المنطقة بالنسبة للوجود الأمريكي والمصالح الأمريكية. الأحداث في العراق وأفغانستان كان هناك الشريك الأمريكي الحقيقي على الأرض هو الوجود الإيراني أو المساعد الإيراني. أعتقد هي فقط هي مسألة تحجيم الدور الإيراني في المنطقة، تحجيم التمدد الإيراني إلى العواصم العربية أو تهديد المنطقة التي فيها المصالح الأوروبية الأمريكية. فقط مسألة تحجيم الدور الإيراني وإعادته إلى. إذن الولايات المتحدة الأمريكية لن تقوم بإعلان الحرب على إيران ولن توجه إليها ضربات عسكرية، هي مجرد استهلاك لأخبار عالمية أمام الرأي العام. بالتأكيد يعني بقي 5-6 أشهر لتبدأ الانتخابات الأمريكية. يعني مسألة الانتخابات الأمريكية ستكون لها التأثير على إدارة ترامب. يعني ليس من المعقول أن يدخل ترامب في هذه المغامرة وعلى باب انتخابات قادمة في العام القادم. أنا أعتقد هي فقط مسألة ضغط على إيران واطمئنان المصالح الأمريكية الغربية في الشرق الأوسط، وبالإضافة إلى ذلك أيضا إعادة إيران إلى حجم طبيعي حتى يكون كأي دولة في المنطقة. يعني أن لا تخرج إيران من مشروع الموجود في المنطقة، أي لا يكون لإيران مشروع خاص بها، مشروع تمددي خاص بها في المنطقة تهدد المصالح الأمريكية كما هددت المصالح الروسية في سوريا. يعني أصبح هناك صراع إيراني روسي على المكاتب في سوريا. الأمريكيين يعني الهدف الأمريكي الرئيسي هو إعادة إيران إلى حالة طبيعية حتى أن يكون يعني مجرد روسيا تستخدم إيران أيضا لحيطان طروادة في المنطقة للاستخدامات توظيفات محددة للنظام الإيراني. وجميعنا ندرك العلاقات الإيرانية الأمريكية التي ربما ليست علنية، ولكن المصالح الاستراتيجية في المنطقة، المصالح الجيوسياسية، التدخلات الأمريكية في الشرق الأوسط أكدت أن هناك مصالح أو ربما علاقات أمريكية إيرانية. ولكن إيران تحاول من خلال مشروع آخر مختلف عن الشرق الأوسط الجديد التي يطرحه أمريكا أو شرق سوريا المفيدة تطرحه روسيا،
إيران تخرج بعض الأحيان من هذه المشاريع، من هذه الدوائر التي تحاول أمريكا إعادتها إلى هذه الدوائر، وأيضا لتطمين الدول العربية الأخرى التي أساسا إيران هدفها الرئيسي ليست إسرائيل وليس الولايات المتحدة الأمريكية وليس الاتحاد الأوروبي، وإنما هو الدول العربية وكيفية احتلال العواصم العربية. الأستاذ إبراهيم كابان الكاتب الصحفي، كنت معنا من برلين الألمانية، شكرا جزيلا لك.